بعد غياب طويل فاجأت المغنية الأمريكية بيونسي جمهورها بطرحها أغنية جديدة لم تعلن عنها بشكل مسبق، وتحمل الأغنية اسم بلاك باريد أو الموكب الأسود، وتتضمن كلمات قوية حول تاريخ السود وعنف الشرطة والاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء العالم إثر مقتل جورج فلويد. وطرحت بيونسي الأغنية الجديدة في جونتينث، وهي عطلة بمناسبة النهاية الرسمية للعبودية في الولايات المتحدة. Always stay gracious, best revenge is your paper.